هذه المبادرة تحظى باحترام وتقدير من الحكومة لمبادرة رجال الأعمال بتقديم هذا القرض لتوفير مقومات الصمود للسلطة في مواجهة مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية والانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. نحن نشكر رجال الأعمال على هذه المبادرة والتي تعكس انتمائهم الوطني واستشعارهم للحظة التاريخية الوطنية الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية.